قايد مجمع السلطات اللي التي لن تجتمع البداية، خاطر نوضحوا للساده المشاهدين اللي معاه سعيد. تو القاضي جالس وعنده ملف نتاعو، وانت تقول كون راهو الادله واضحه ثابته وليست مجرد قراءه، هي شد بلاصه القاضي من انت وارتحنا من دعني الاستاذ حسين استسمحك، يعني من خلال قناتكم الغراء نحب نخاطب الشعب التونسي ونتقدم في عمق. نحب نقول اللي راهو نحن واعيين شديد الوعي انه هذا فيلم، واعتقالات والانتهاكات الان اللي تقع على النواب والسادة القضاة والاعلاميين ورجال الظل وكل معناها هذه الاعتقالات ما هي الا فيلم، وفيلم سيء الاخراج، ونحن واعون بذلك، لانه اذا قاعدين نشوفوا الاعتقالات هذه في بوشوشة ولا في القرجاني ثم فيلم حقيقي قاعد يتعامل مع الشعب التونسي في يعني في ابو ظبي. ونتساءل رئيس الحكومة عنده أكثر من 48 ساعة خارج تونس، نعم، وهي موجودة في القمة العالمية للحكومات. رئيس الحكومة معينة هذه الآن وبأمر مباشر بالطبع من سيدها ورئيسها يعني تقوم بالخطوات النهائية لمعناها إنجاز ما يسمى بالإصلاحات بصفة أحادية. نحب نقول للشعب التونسي أراه أنت وولدك في المكتب وخدمتك وعيشتك وخبزتك هي المستهدف رقم واحد. أراه اليوم قربنا لتوافق بين هذه الحكومة المعينة وبين الجهات المانحة الدولية وبضغط كبير جدا من يعني من يقول عليهم شقيقه الأكبر ومسانديه من أجل تمرير الإصلاحات وبالسيف، وكان عجبكم والأحرار مكانهم السجن. الإصلاحات من الناس كل ماذا بينا تصير إصلاحات، لكن تصير بصفة تشاركية، المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني هو الشخص الوحيد اللي ممكن يعمل الإصلاحات هذه، ليس من أجل الشعب التونسي وحكومته، ليس من أجل الشعب التونسي، بل من أجل ضمان بقائه في الحكم إلى نهاية دورة ودورة أخرى. نحب نقول لك سي حسين، وهذا يعني حاجات انفراد لقناة الزيتونة، نحن نتابع هذه المحادثات، نتابع لأنه اليوم شقيقه الأكبر يقول يجب أن تونس تستفيد من التجربة المصرية في التنمية، عن أي تجربة وعن أي معناها فهمت نجاح ومصر عند المصري، نعم، أي نموذج 171 مليار دولار معناها من الديون في ظرف 6 ولا 7 سنوات. نحب نقول أن قوت الشعب التونسي هي اللي في الميزان. نور الدين بحيري يخرج مرفوع الراس ان شاء الله قريبا، يعني علي العرية كذلك يخرج، خيام التركي يخرج، لكن اذا مرت هذه الاصلاحات وستمر بالعمق وستمر بالقوه ما عادش نجموا نرجعوا لتالي. لذا على الشعب التونسي يعي شنيا الموضوع، لان وراء هالطلاسم وراء هالفيلم وراء هالدخان اللي واهم شيء استاذ ماهر هو التلبيس. اسمح لي هذا نحب نسال عليه، التلبيس من خلال يعني الاقدام على زج سياسي وفي نفس الوقت رجال اعمال ربما مشبوهين بملفات فساد. هنا اللخبطه هذه، شنو المطلوب؟ شنو الرساله؟ بسرعه رجل. هو شوف، هو حب يبين انه قضيه المعارضه في تونس غير موجوده، وهي معارضه مرتبطة بأشخاص ذا أبعد مافيوزي، وهو نوع من الترذيل للمعارضة، كما رد البرلمان، كما رد السادة القضاة، كما رد الهيئة بتاع مكافحة الفساد. قيس سعيد مختص في شيئين، الشيء الأول هو التقسيم، هو يجسد أيما تسديد مقولة فرق تسد.
ثانيا قيس سعيد مختص في الترذيل، فهو كذلك مختص أنه يرذل أبناء شعبه، وهو رئيس منتخب الأصل لكل التونسيين. نعم. ولكن أنا أقول من هنا في كلمة. ومن هذا المنبر أنه كما تدين تدان، كما تعمل يتملك، كما أنت عملت دبابة أمام مجلس النواب يوما ما ستقف دبابة أمام قصرك، وكما منعتنا من ممارسة مهامنا نفس يعني الناس اللي منعونا سيمنعونك، لأنك الخطر الداهم الحقيقي على الدولة التونسية. طيب. وعنوان قيس سعيد وليس النواب ولا السادة القضاة ولا الإعلاميين، وأن تونس ممكن تمرض ممكن تتعب، ولكن بإذن الله وعن قريب في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى تتوحد جميع القوى المدنية والاجتماعية والسياسية من أجل إنقاذ هذه البلاد بطرق سلمية مدنية، وما يبقى في الواد كان حجره جيد. أستاذ ماهر كما كان له مزبلة التاريخ. نعم.